هنبدأ بقى منهج التاريخ اللي أنا بحبه جدا بصراحة، والقصص بتاعته الجميلة. تعال نبدأ التاريخ. بس قبل ما أبدأ التاريخ، عندي جزء تمهيدي كده، عشان طبعا احنا عارفين التاريخ كله بيعتمد على بعض، رابعة بعديها خمسة بعديها ستة. فانا في الاول هنتكلم عن جزء تمهيدي. احنا بنتكلم في سنة خمسة عن الوحدة الثالثة، مصر قبل الاسلام. بس حابة افكركم بحاجة قديمة عن العصور الفرعونية. دي اول حاجة اخذناها في الترم الثاني سنة رابعة. العصور الفرعونية بتتكون من عصر الدولة القديم، وعصر الدولة الوسطى، وعصر الدولة الحديثة. بانتهاء العصور الحديثة او عصر الدولة الحديثة، في ناس كان طبعا الضعف ساد الحكام، وكان في فوضى في الدولة، فاستولى على مصر ناس اسمهم الفرس. دخلوا مصر واستولوا عليها، يعني اخدوها بالقوة، وعملوا المصريين معاملة سيئة. فضلوا الفرس فترة طويلة جدا في مصر، وعملوا المصريين بطريقة وحشة جدا، لحد ما جه واحد اسمه الاسكندر الاكبر. اسكندر الاكبر ده حكم مصر وطرد الفرس منها، وحكم المصريين وعملهم معاملة كويسة جدا، وعمل انجازات كتيرة جدا. الاسكندر الاكبر ده من اهم انجازاته انه عمل مدينة اسمها مدينة الاسكندرية. لما عمل مدينة الاسكندرية، قعد في مصر واخدها عاصمة ليه، وقعد يحكمها فترة كبيرة من الوقت، لحد ما توفى الاسكندر الاكبر. وفي الوقت ده انقسمت ممتلكاته بين مين؟ كان زمان اللي بياخد الحكم بعد الحاكم قائد الجيش. فانقسمت ممتلكات الاسكندر الاكبر المقدوني اليوناني في مصر بين قواده. الاسكندر الاكبر كان من مقدونيا من اليونان، كان ليه ممتلكات في مصر، كان ليه ممتلكات في اليونان. فالقوات في قوات جيشه قسموا ممتلكاته ما بينهم، فكانت مصر من نصيب واحد اسمه بطلميوس الاول. ومن هنا هيبدأ الدرس الاول بتاعنا، اللي هو شخصيات واحداث من العصر البطلمي. كان بانتهاء عصر الاسكندر الاكبر وبداية عصر بطلميوس الاول. نعرف يعني ايه عصر بطلمي. يعني ايه عصر بطلمي؟ هو عصر خلفاء الاسكندر الاكبر المقدوني اليوناني في مصر. كلمة خلفاء هتقابلنا كتير جدا في الترم الثاني. كلمة خليفة يعني حاكم جه بعد الاسكندر الاكبر، اللي تولى الحكم من بعده. تعالوا نعرف كده بطلميوس لما حكم مصر. الاول اعرف مين هو بطلميوس الاول. بطلميوس الاول هو ابن لاجوس، باباه اسمه لاجس
لاجوس، ولقب بلقب سوتر أي المنقذ، لأنه أنقذ مصر من الحروب، من بعض الحروب. كمان كان صديق الإسكندر الأكبر، صديقه جدا، وكان أشهر قائد من قواد الإسكندر، واشترك معاه في معظم حروب. يبقى بطلميوس هو ابن لاجوس، لقب بسوتر أي المنقذ، كان صديق الإسكندر، كان أشهر قواده، كان مشترك معاه في معظم حروب. كان بطلميوس عنده رغبة شديدة في حكم مصر، حتى أثناء حكم الإسكندر الأكبر لمصر كان بطلميوس بيفكر جدا أنه يحكم مصر. ليه؟ لأن ليها ثروة عظيمة وتاريخ مجيد، ليها ثروة عظيمة. وتاريخ مجيد. بطلميوس الأول لما تولى حكم مصر، طبعا أي حاكم ليه أعمال، عمل أعمال كتيرة. الأعمال دي أنا قسمتها لكم في الكتاب، مش متقسمة بس أنا قسمتها لكم عشان تبقى سهلة في الحفظ. في أعمال علمية وثقافية. الأعمال العلمية والثقافية، أول حاجة أنه أنشأ مجمع للبحوث العلمية والأدبية، والمجمع ده اسمه جامعة الإسكندرية القديمة. طب ليه الجامعة زمان، الجامعة اللي احنا بندخل نتعلم فيها كان اسمها مجمع للبحوث العلمية والأدبية؟ الاسم ده اتغير ليه؟ هقول لكم. أولا كلمة مجمع للبحوث العلمية والأدبية ده كان نظام تعليم، يعني كان نظام التعليم زمان مش زي دلوقتي. دلوقتي نظام التعليم أغلبه بالتلقين، يعني يقف المعلم قدام الطلبة ويفضل يلقنهم، يعني يعرفهم الدروس بتاعتهم. لكن زمان كان نظام التعليم بالبحوث، بالبحث، كان الطالب يعمل البحث ويتناقش فيه وينجح، سواء البحث ده في المادة العلمية زي الفيزياء والكيمياء، المواد العلمية يعني فيزياء كيمياء أحياء الحاجات دي، أو في المواد الأدبية زي الجغرافيا والتاريخ اقتصاد والحاجات دي. علشان كده سموا الجامعة زمان مجموعة البحوث العلمية والأدبية، يعني مجمع، مكان بتتجمع فيه البحوث. خلاص، دلوقتي اسمه جامعة اسكندرية. علشان الطلبة زمان كانت بتعمل بحوث، فكانوا محتاجين كتب. راح بطلميوس الأول فكر انه يعمل نواة لمكتبة اسكندرية، بدأ يضع نواة لمكتبة الإسكندرية القديمة، يعني يجيب كتب كتير، يشتري كتب كتير علشان تساعد الطلبة في عمل البحوث. ودي كانت الأعمال العلمية والثقافية. أما الأعمال الاقتصادية، إنه اهتم بالزراعة والصناعة والتجارة، أنشأ مناحل لتصدير العسل للصين. وأول ما أقول كلمة تصدير يبقى أنا بتكلم على إيه؟ على التجارة، لأن كلمة تصدير يعني بيع، تصدير العسل إلى الصين. طيب، سك أول عملة معدنية في التاريخ. إيه ده؟ أمال زمان كانت التجارة بتقوم إزاي؟ هقول لكم. كان زمان نظام التجارة، البيع والشراء، كان بنظام المقايضة. يعني إيه المقايضة؟ يعني أنت إديني سلعة وأنا أديك سلعة. يعني مثلا أنت تديني أرز وأنا أديك قمح، سلعة مقابل سلعة. تمام كده؟ أول واحد عمل التجارة بالفلوس، أو أول واحد عمل عملة معدنية، بطلميوس الأول. يبقى الأعمال الاقتصادية سهلة، إنه اهتم بالزراعة والصناعة والتجارة، أنشأ مناحل لتصدير العسل إلى الصين، وسك أول عملة معدنية في التاريخ. آخر أعمال الأعمال السياسية. الأعمال السياسية إنه أسس دولة البطالمة في مصر، واتخذ مدينة الإسكندرية عاصمة ومقر لحكم دولته. وبكده انتهت أعمال الملك بطلميوس الأول، وده كان أول ملوك دولة البطالمة في مصر. طب
اخر ملوك دولة البطالمة في مصر؟ وليه انا اتكلمت على الاول والاخر بس؟ بصراحة كان اخر ملوك دولة البطالمة سيدة، كانت كليوباترا السبعة. وانا دايما في اي دولة هاخد بداية الملوك اللي اسس الدولة ونهايتهم اللي انهى الدولة. طب بينهم اللي بينهم دول ناس كتير جدا، بس مش علينا ان احنا ناخدهم. كليوباترا السبعة كانت اخر ملوك دولة البطالمة في مصر، وفي عهدها تولت الحكم بعد بطلميوس الثاني عشر الاثناشر. في عهدها كان في صراع بين اتنين من القواد الرومان من روما، واحد اسمه انطونيوس والتاني اسمه اكتافيوس. كانت كليوباترا بتحب انطونيوس وكانوا هيتجوزوا، وكان انطونيوس واكتافيوس بيتصارعوا على الحكم، وعملوا مع بعض خناقة كبيرة في معركة اسمها اكتيوم البحرية. دي كانت سنة 31 قبل الميلاد. كان مين اطراف الصراع ده؟ كان اطراف الصراع كليوباترا مع القائد الروماني انطونيوس واكتافيوس لوحده بجيشه طبعا. كانت نتيجة المعركة اللي هي اكتيوم البحرية انتصار اكتافيوس وهزيمة انطونيوس وحليفته كليوباترا، رغم ان دول اتنين ومعاهم جيش كبير، لكن اكتافيوس كان اقوى وانتصر عليه. بعد ما انتصر اكتافيوس انتحر انطونيوس وتبعته في الانتحار كليوباترا، وانتهت بالتالي انتهت دولة البطالمة في مصر، واصبحت مصر ولاية تابعة لحكم اكتافيوس اللي هو الحكم الروماني. يبقى انتهى عصر البطالمة واصبحت مصر ولاية. رومانية. طيب ايه اسباب سقوط دولة البطالمة في مصر؟ طبعا اول حاجة هتقولوها لي ان اسباب سقوط دولة البطالمة انتصار اكتافيوس وهزيمة انطونيوس وكليوباترا في معركة اكتيوم البحرية، ده صح طبعا. بس قبلها هتقول ان في ضعف في الملوك بعد بطليموس الثالث، تدخل روما في شؤون مصر الداخلية وخاصة في عهد كليوباترا السابعة، وان ثورات الشعب زادت ضد حكم البطالمة. اخر حاجة هعرفها في عصر البطالمة الآثار والفنون البطلمية في مصر. البطالمة تركوا آثار في مصر في منشأ وفي أربع معابد. أول منشأ كان منارة اسكندرية، وكلمة منارة يعني مكان مرتفع جدا أخره جزء مضيء علشان يكون بينور للسفن اللي ماشية على بحر اسكندرية او الشاطئ البحر المتوسط. المنارة دي بتنور له علشان بالليل لما يكون الدنيا ظلمة السفينة تعرف تمشي. في اربع معابد انشأوهم البطالمة في مصر: معبد دير المدينة، في معبد دندرة، معبد ادفو، ومعبد فيل. الاربع معابد دول والمنارة يجوا اكمل او يقول لك ما هي اهم الاثار والفنون البطلمية في مصر. بانتهاء عصر البطالمة دخل اكتافيوس تولى مصر واصبحت مصر